السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم الخوت في هذا الفيديو، مرحبا بكل متابعين قناتكم كازا ومروكي. كيف ما كتشاهدوا معنا الخوت في الفيديو اللي فات، كدويت معاكم على البريباراسيون ديال الصانيا اير 50 تي زد اكس. هادي تي زد اكس اللي كان خدا الاخ نور الدين، موديل 2020 جوان ديال الاكس 50 سينيالات بربعة، فيها بلاصة الشارجور بلي يو اس بي وفيها بولا ليد دينار. هنا عشان في عندها بولات ليد، في روشة وفي بولا ليد، بلاصة سينيالات بربعة. ورينا بلاصة الخمارتين. بالمناسبة ركب لها سيستم الالارم، هاي بلاصة الكليتش، هاي الالارم اللي ركب الاخ نور الدين، كي ديماري من تيليفون موند ويسكت بيها. المهم خوت، دابا غادي نلوو معاكم على البياس اللي ركب نور الدين وبشحال تقامت عليه البريباراسيون وشحال خدم ليه المعلم. اخوان السلام عليكم. بالنسبه للموطور ديالي، بالنسبه للبياس اللي كتخديت، كنتقام عليا تقريبا واحد 1100 درهم. بالنسبه للبريباراسيون تقام عليا ديك 250 درهم. هو كل معلم وشحال كيقول الثمن، كل كيقول 300، كل كيقول 350، كل كيقول 250. ايسونسيال بعد هو المعلم يكون حريفي كيبريباري الموطور مزيان. وبالنسبه للبريباراسيون راه الموطور، شوف الا بغيتي تبريبارا مزيان، اول حاجه راك تبدل فيبروكان 110، عندك الكيلاس سيلندر بيستون، وعندك حتى البلاطو 36. البينيون راك دير ليه 14. ما سمعتش اخوش، يعني هاد البيس اللي قال لكم الا بدل شي كامل بريباراسيون راك طلع مزيان. هي واحد النقطه اللي بغيت ندوي عليها. بالنسبه للار 50 اللي خديتها انا، اصلا فيها كاربيراتور 110، حيت كاع ما جبت لكم البياس اللي بالنسبه للكاربيراتور. بالنسبه للكاربيراتور كتكون حاجه 110، حيت هذيك سميتو البيبا ديالها، كاملين كيخرجوا 110. كانت واحد الوقيته كتخرج 110 ما تقطعهاش، رجعت 50، ولكن دابا الحمد لله رجعوا ثاني كاربيراتور 110. دابا كتخرج 110، يعني احسن حاجه تكون كاربيراتور 110، كتنقص عليك عاوتاني الثمن، ماشي غادي تمشي تشري كاربيراتور اخرى وتبدا تبريباري تبدل كل شيء. داكشي اللي كاين. وبالنسبه لواحد النقطه اللي بغيت نتكلم عليها، كاين اللي كيقول لك زعما الفيبروكان ديال الصانيه كيخرج طويل، ولكن راه الفيبروكان كيبقى ديما 50، هذاك ديما الا بغيتي تبدل ضروري خصك تبدل 110. فيبروكان كيكون طويل، ولي ضروري انا كنكون نصحب اي واحد يبدل الفيبروكان باش الموتور يحضر في الطريق. الا ما بدلتيش الفيبروكان عرف بان الموتور راه غيبقى ناقص، ودي حاجه ولا بد كنصح فيها. هو كازاوي مراكش غير فيما سمعتش الخوت، يعني بريباراسيون غادي نبداو حنا من اول حاجه كتبدل عندك السيلان والكيلاس، خصهم يكونوا ديال 110. طبيعة الحال السيلان والكيلاس مع البيستون شنو تكون ديال 110، وعندك الفيبروكان. الفيبروكان هو الخوت راه ضروري باش انك تبدلو. شنو هو الفرق ما بين الا بدلتي الفيبروكان ولا ما بدلتيش؟ الفرق الا ما بدلتيش الفيبروكان، يعني الموتور كيبقى محدود في 80، كيولي عندك الديبار، كيولي الموتور يعني في الطلعه كيطلع لك منفس، ولكن 80 راه ما كيفوتهاش. كضرب واحد المده ديال 6 شهور كيبدا الموتور يرجع، ما كيبقاش يعطيك بحال الاول. ولا بدلتي الفيبروكان العكس، يعني الموتور كيولي وصل لك 100 110، ربما يقدر يوصل حتى ل 120 على حساب الروداج اللي غادي تعطيه انت. يعني الا روديتي مزيان كنتي كتبدل الزيت وقتها، الموتور يقدر يولي يوصل لك حتى ل 120. يعني هذا هو الفرق بين الفيبروكان اللي تبدل ولا ما تبدلش. وواحد الملاحظه اخرى، الا بدلتي الفيبروكان الموتور قد ما يعني ضرب واحد المده طويله، ضرب فيه 6 شهور عام، كتحس به كيزيد يعطيك اكثر من الاول. ولا ما كنتيش مبدلو كتحس به كيبدا ينقص. هادشي علاش بزاف ديال الاخوان كيتشكاو من البريباراسيون، يعني اللي كنسولهم تقولي علاش اخويا كتشكي من البريباراسيون شنو بدلتي، تقولي بدلتي غير سيلان وكيلاس. واللي كيقول لك دوز بريباراسيون مزيان والموتور عندي مزيان ما فيه لا مشكل لا والو، تقولي شنو بدلتي، تقول بدل سيلان وكيلاس فيبروكا كلشي. كيفما قلنا الخوت نعاودو نفكروكم، يعني خصك تبدل سيلان كيلاس فيبروكا وشوف كاربيراتور واش 110 ولا 50. الا كانت كاربيراتور 50 خصك تركب ديال 110 ضروري. وبالنسبه للسلسله خصك تركب البلاطو ديال 36 بينو خصك تكون ديال 14.
واش عاون بالشاك ما حتاي الشاك ماشي عنده واحد الدور كبير. يعني من الاحسن ان الواحد الا لقى الشاك ما ديال 110 راه مزيان الخوش. يعني ما كانش في السيطاش كانك تركب شاك 110 راه تقدر هادي تبريباريها. كاينين معلمين في قريعه كيبريباراو الشاك ماشي بثمن مناسب تقدر تبريباريها ب 50 درهم، ولكن هي من الاحسن الخوش انك تبدل الشاك. واحسن شاك ما كننصح بها انا الخوش ديال 110 هي ديال البيكان. شاك ما ديال البيكان 110 راه مزيان الخوش، كتخلي الموتور منفس وفي هذيك النغمه ديال الصوت ديالها حتى هي زوينه تبارك الله اللهم بارك. قولي دابا الاخ نوردي شحال داز على البريباراسيون ديال الموتور ديالك؟ كيفاش البريباراسيون تقريبا دابا تكون داز عليها شي سيمانه بحال هكا. الموتور كيفاش كتحس؟ كاين اختلاف كبير بزاف والله. في الاول فاش كانت ديك الساعات الماكينه كتسيكونت كانت القديم شحال نقول لك مزيره بزاف، حتى الموتور شفت طلعك ديما كيسكت لك وكيديمانيش مزيان، ولكن دابا لحد الان فاش بريباراج كاين اختلاف اخر كتحس شحال نقول لك في الحياه الحياه. الموتور كيبان لك كيعطي اللي في قلبه تبارك الله، كل يعني برون فورس كتحس به كيعطيك الطلعه ولا كتدو بلاص عادي. اي واحد الحاجه اللي بغيت نتكلم عليها راه بالنسبه للار 2020 راه البيني راه كيكون اصلا 14 الا ما انك تضطر انك تشري. وكيف ما قلنا عاوتاني بالنسبه للكاربيراتور كاين هذيك البيبه ديالو حتى هي كتكون ديالو راكبه في ديال 110 لا بالنسبه للكاربيراتور لا بالنسبه للكبير المهم هادشي اللي كاين. واحد الملاحظه خوت يعني باش انك تعرف الكاربيراتور واش 110 ولا 50 راه شيكون فيها الروبيني ديال 110 يعني الا كان فيها الروبيني بلاصه ملي كتقطع ليسانس كترجعو يعني هذيك راه 110 ما كانش فيها روبيني الخوش راه غير صفر. بلاش نقدر نوري الروبيني خليكم معنا الخوش ها هو الخوش هو الروبيني اللي قلت لكم. دابا حنا دورنا هنا هو الموطور واحد شويه غادي يسكت الخوش خليكم معنا. هو الروبيني الاخوان اللي كيشاهدوا معنا من هنا الاخوان كتقطعوا ليسانس على الماكينه. المهم حنا دورنا دابا الموطور باقي امارش يعني غير داك ليسانس اللي دايز ليه هو اللي مخليه دابا امارش واحد شويه غادي يسكت. وكاين بعض الاخوان عاوتاني كيتشكاو من واحد الملاحظه كيقول لك الموطور علاش كيسكت ليه في الضو الاحمر يعني كيوقف في الفيروج كيسكت ليه ولا في الصباح ربما كيبغي يديماري الموطور ديالو ما كيبغيش يدير ليه امارش يعني كتكون لارانتي ديال الموتور ناقصه. الا كانت لارانتي ديال الموتور ناقصه راه ما غاديش يديماري لك في الصباح بسهوله وتولي في الموقف شي في الضو الاحمر كيسكت لك الموتور. باش انك تزيد في لارانتي خوت او الفيس ديالها يعني اي واحد عنده هذا المشكل كنصحو يجي لهاد الفيس هذا شد واحد طورنو فيس امريكان ولا غير بيدي تقدر دورو غير بيدك يعني كتبقى تدور وكتسمع لارانتي ديال الموتور كتزاد وكتنقص. هاهو نقصات هاهو كاع سكت ما دورتش بزاف يعني لارانتي ديال الموتور كتحكم فيها من هاد الفيس هذا الخوت. الا كانت ناقصه راه طبيعه الحال الموتور غادي يبقى يسكت لك وفي الصباح غادي تلقى معاه مشكل ما يبغيش يديماري لك وتقف في الضو الاحمر كيبقى يسكت خصك ديما ديماري. يعني من هنا غادي نتحكموا في لارانتي اما نزيدو ولا نقصو منها. درنا امارش ماشي زباشي هاو بحال كيكسير الخوش هنا من هنا من لارانتي الاخوان كيولي الموطور مكسيري. دابا مجدة بزاف خصها تكون ناقصة الخوش واحد شوية باش الكونسوماسيون متكونش عندنا مجدة والموطور ميبقاش فيه عشان الصوت مجيد بزاف هاي بدات كتنقص. يعني خصها تكون بين وبين ماشي مجدة بزاف وماشي ناقصة عشان بزاف صافي بحال هكا الاخوان مزيان قدر مازال تنقص منها فوالا دابا مزيان. وعندكم هاد الفيسة الخوت هادي ديال البرد ديال الليل مخصوش يتقاس هاد انا كنصحكم اننا متقربوش ليه ها هو اللي خصنا نزيدو ونقصو منو هادا الاخوان متقربوش ليه نقصو شوية كما شاهدتو معانا الموتور باقي امارش وخا دورت ليه ديك الكربيراتور دخل ليه ليسانس بزاف
نرجعوا كاربيراتور. المهم اخوان وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، نتمنى انه يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معنا بشي حاجه، وما تنساوش الخوت تخليو لنا لي كومونتير ديالكم اللي بغى يسول على شي حاجه مرحبا، وكل واحد يقول لنا الراي ديالو ما بين الار 50 والاكس 5 الاكس 50، يعني شنو اللي عجبتكم بزاف، واش الار 50 ولا الاكس 50. والسلام عليكم ورحمه الله.